مجموعة ناس الغوان، كما هو معروف في الوسط الفني والجماهيري، تغنات بكلمات كان المصدر ديالها من عمق المجتمع. الرسائل ديالها مشفرة كيفهمها المواطن المهموم، وكتواسي جراح وأحزانه، كما أنها طرقات المواضيع التقلبات السياسية اللي كان كيعيشها العالم بأسره، ماشي غير المغرب. لكن وسط هادشي كامل، الغوان أيضا بدعات أغاني الهيام والحب والتغزل بالحبيبة، وخذات من التراث الشعبي المغربي الكثير. وأغنية اليوم اللي هي أغنية الحصادة، فهي أغنية تراثية جات على لسان أمي حادة، والدة المرحوم العربي باطمة. فكيقول عمر السيد بأن أغلب الكلمات اللي تغنت بها المجموعة، واللي كانت من إبداع أحد عماليقتها مثل بوجميع والعربي باطمة، كان مصدرها الأصلي الوالدين، وخصوصا أمهات كل من العربي وبوجمعاء وعمر. وفعلا في كتاب الرحيل للمرحوم العربي باطمة كيصادفنا مقطع كيدوي فيه المرحوم العربي على أغنية الحصادة المعروفة في ريبرتوار المجموعة، أن كلماتها من إبداع الأم ديالو حادة. فكيقول في كتاب الرحيل صفحة 79: كانت أمي رحمها الله في شبابها تغني، وقيل لي في قريتنا بأنها كانت لما تغني وسط أترابها يقف المارة لسماع صوتها، وأنها هي من ارتجل ولحن أغنية الحصادة التي غنتها مجموعة ناس الغوان، والتي نالت شهرة واسعة ولازالت حتى الآن، وبيع من تلك الأغنية عدد كثير من الأشرطة. وإخوتي كلهم لهم صوت صالح للغناء إلا واحد، لكنه يكتب الشعر الحر. وأبي رحمه الله كان يحب الغناء والرقص والأعراس، أي النشاط. إننا مما يسمى بالعائلة الفنية. حلاب حلاب ويا الحليب، واه يا سيدي والنوار عليك ضاوية، وطهر الطير الأبيض والرايح للزوار مع العشية، والعار عليك أبو حمرية حمر تراب، والحمامات الطوبيات والطلعات فوق النخلات، ويقولوا المولى الروح فنات. تعالي نعيد ليك مجاري، أنا خليت رسامي وخليت الدراري، الزين وتباتة بابا لواهي يا أبا هنيني، الرجلة والزعامة أخويا حرش العيون يا بابا، زين الولاد أخويا بوكا للحادة، أصحابي أصحاب الجذبة، أصحابي أصحاب القصبة، صحابي صحاب العشرة، عمار المطامر سيدي بالنايل نوادر بابا، قنديل الظلام بابا علام سلام أخويا، راهي حوم كيف طوير، سال طالب سال الطبيب، سال ليهم ديزين واش العزري تاع السبيل، عاد عليه الحراسة بو كمية حرش العيون، خوك الطفلة سر الجنون. سيدي إلا كان الكران كريه، إلا كان الشران شريه، إلا كان القصارى نهدي عمري على قريني، الخيل والخيل ترعى النوادر فين وليدي مول الدوار، الخيل والخيل ترعى البهمة فين وليدي مول الدهمة، سيدي نهدي سوالفي من راسي، نهدي شعوري من راسي، نهدي خواتمي بتلاتة، ونزيد النبالة والخلالة على قريني، لا لا على بكمية الفروج حمر وبالنارة ذهبية، سعدات اللي يرضى عليه الغزواني، سعدات اللي يرضى عليه الكنفاوي، هاد المجدوب ما بغى غير جدبة، وهاد المجدوب ما بغى غير القصبة، جاب الحولي وكتفو بين يديا، ميات علام دايزة تحت علامه، لا لا على زين النية، لا لا على زين السمية، وهاد المجدوب ما بغى غير الحضره.